بجد تحيا حضراتكم مره تانية وفقرتنا الحواريه اللي اتوقع ان هي هتبقى ممتعه وفي نفس الوقت ليها شواهد كتير قوي لازم نوضحها في حلقتنا النهارده. نجمنا هو نجم اكيد لو ما كانش متميز ما كنتش هتلاقيه ارتدى تيشيرت نادي الزمالك، ومن ثم النادي الاهلي بيفكر ان هو يتعاقد معاه فعلا يبقى في نادي الاهلي. اي لاعب في اي مكان متميز بتسعى الانديه كلها ان هي يبقى لها حظوظ في ان هو يبقى في صفوفها وتعزز بقى الصفوف. ده مش مشكله ان هو موهوب، لا مشكلتنا احنا في ثقافتنا ان احنا لازم عندنا تقبل مساله الاحتراف في كل الالعاب، مش بس بنشوفها في كره القدم. دلوقتي اصبح شويه مساله ان انت تشوفه لاعب بينتقل للاعب خلاص معروف ان هو بيشوف ايه الافضل ليه ومعروف ايه الاسباب اللي انتقل بيها. دلوقتي لسه بقى ثقافتنا في مساله الالعاب الاخرى، وتحديدا معانا النهارده نجمنا اللي مشرفنا في عالم الطايره كان ليه صدى الفتره الاخيره جدا في انتقاله، والكل هناك مؤيد ومرحب، وفي نفس الوقت اكيد في زعل شويه عند الجماهير الاخرى لما يبقى نجم كبير عندها في الصفه ينتقل لنادي اخر. خلينا في البدايه ارحب بنجم اللي مشرفنا النهارده كابتن طبعا محمد محسن نجم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي الحالي ونادي الزمالك السابق. اهلا بك يا محمد وسعاده بوجودك معانا. اهلا بحضرتكم، انا اسعد والله. ايه الاخبار؟ والله الحمد لله تمام تمام. تهيألي اليومين اللي فات انت كنت الموبايل والسوشيال ميديا كانت يعني لا حديث غير عن محمد محسن في الفتره الاخيره. اه طبعا. محمد لولا تميزك ولولا وجود امتلاكك لموهبه ومهاره عاليه بالتاكيد ما كانتش الانديه كلها هتبقى عندها رؤيه واحده في اختيارك اللي انت تنضم لصفوفها وتدعم بها صفوف الفريق عشان يبقى في النهايه بالتاكيد نتائج ايجابيه للفريق اللي انت هتنضم ليه، يعني صح كده؟ اه طبعا، هو نتيجه تعب ونتيجه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله الواحد بيعمل اللي عليه والباقي بتاع ربنا. وانا طبعا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده في الاول، يعني ده شرف ليا. وطبعا انا سعيد وانا مبسوط جدا بالقرار اللي انا اخدته، وسعيد جدا بالقرار اللي انا اخدته. كواليسه ايه يا محمد؟ خلينا نشوفه كده. والله حضرتك وانا كنا في كاس العالم في اليابان 2019 تمام، وكنت عملت بطوله كويسه هناك. اول حاجه الموضوع جه في الاول ان الكابتن عبد الله والكابتن احمد صلاح رموا لي كلام كده بيجسوا نبضي بيشوفوا الرد فعلي تمام. فانا الرد فعلي اللي هو قلت لو في خير، قلت لهم انا كان في قبول تمام، هم حسوا قبول من ناحيتي يعني، قلت مش مشكله يا رضا احتراف كل حاجه. لقيت بعدها بفتره كده كبيره الكابتن ميدو بيكلمني المدير الفني والكابتن خالد ابو زينه المدير الاداري، ويعني وكنت يعني وافقت يعني ما ترددتش يعني بسبب طبعا نتيجه، ما ترددتش ووافقت نتيجه ظروف حصلت لي في النادي تمام، ونتيجه مشاكل اللي حصلت لي في النادي. حابب توضحها ولا متعايز تحفظ بيها؟ ممكن اوضحها عادي. مثلا والله حضرتك كانت في مشاكل السنه دي يعني، او كان في سوء تفاهم بينه وبين الجهاز. وانا يعني انا هقول سوء تفاهم ومش هكمل. انا مش حابب اقول سوء تفاهم بينه وبين الجهاز. حابب توضحه للراي العام. الموضوع الاهم المشاكل الماديه. وانا مش انا طبعا انا حقي انا بلعب رياضه عشان ده اكل عيشي ودي شغلتي الوحيده. ودي اللي انا بصرف منها عليا وعلى وظيفتك انت وظيفتي طبعا يعني. خلاص ما فيش حاجه تانية افكر فيها غير مقابل العائد عليا من وظيفتي دي طبعا. وكنت بدور برضو على الاستقرار النفسي والمعنوي. فما كانش قدامي غير النادي الاهلي يعني. طبعا كان في انديه كتير طبعا في الدوري المصري، ولكن كان لا انا سمعت يعني كمان كان في انديه في احترافيه في الخارج. قلت كده وقلت كده والناس اتريقت، ده جماهير الزمالك اتريقت. طبعا لو كنت قلت كده انا في الزمالك كان كله يقول لي اه طبعا وانت نجم وعالمي ومعرفش ايه، لكن لما قلت كده فطبعا على ساعه المؤتمر الصحفي قلت كان في كذا وكذا تمام، جماهير الزمالك طبعا اتريقت بقى ليه؟ انا مش موجود معاهم. فطبعا كان جالي بولندا السنه اللي فاتت وجالي فرنسا في اول الموسم اللي هو انتهى دوت. والكابتن محمد اللي انا ممكن حضرتك ممكن تجيبه تساله وعرضت عليه الموضوع في اول الموسم. الموضوع بسيط يا محمد، عرضت عليه الموضوع في اول الموسم وهو رفض وقال انا جاي مش جاي اهدم الفرقه وجاي اكون الفرقه وجاي ابني على الناس الموجوده ورفضت العرض من فرنسا رغم ان العرض كان بمبلغ مالي قليل، بس كنت كان حلمي ان انا اطلع برضه اوروبا وكده والموضوع ما كملش وكملت بالنادي يعني. ببساطه يا محمد احنا بنتكلم في مساله احتراف، انت كنت واحنا بنتكلم قبل الهواء هي مساله احتراف ومساله عروض وتقدم لي عرض وانا شايف ان هو بالنسبه لي افضل ماديا وافضل كراحه نفسيه، فبناء عليه الاختيار تم. وده هنشوف يمكن في الانتقالات اللي جايه هنشوف كتير من اللاعبين بينتقلوا هنا وهناك يعني. طبعا عايز يعني في الاول وفي الاخر شفنا ان انت زي ما انت بتقول لي من شويه كان في مفاوضات في وقت سابق
لكن ان يشوف محمد محسن في القائد النهائي ما بين الزمالك والاهلي في نهائي كاس مصر، لا كان في لاعب محترم التيشيرت اللي لابسه، محترم انتمائه للنادي اللي بيلعب له في هذه المرحله. شفنا واحد كان يعني كل نقطه في احتفال وفي نوع من انواع المقاتله في الملعب، لان ده طبيعه الحال انت بتلعب في النادي ده دلوقتي. ده اللي شفناه. قول لي المعادله دي كانت عامله ازاي يعني عشان الناس برضو تبقى فاهمه، انا في مكان انا لابس تيشيرت هو ده اللي بنتمي ليه. بص حضرتك، انا طبعا انا هقول معلومه يعني ما فيش حد يعرفها كتير، يعني انا كنت مدرب في الاهلي يعني قبل مباراه كازي مثلا بشهر ونص او شهر مدرب في الاهلي. فالموضوع انا ناس انا سكو انا مدرب في الاهلي، فانا اصلا خلاص يعني انا خلصت المرحله دي، انا رجعت ركزت مع فرقتي لحد ما الموسم ينتهي. لازم كنت مصمم ان انا لازم ان شاء الله اجيب بطوله للنادي وافضل موجود واحترم النادي لحد اخر لحظه. الحمد لله يعني الناس كتير شافت اللي انا عملته، الحمد لله من احسن ماتشات حياتي كان ماتش نهائي الكاس دوت. ولحد اخر لحظه انا كنت بقاتل، يعني كنت يعني زي ما بيقولوا كنت بلعب بجل، كنت محتاج اكسب ومحتاج اجيب بطوله للنادي. لان نادي الزمالك برده مهما كان صاحب فضل عليا كبير بعد ربنا. هسالك كلمني عن الفتره دي، لكن كل اللي شاهد المباراه وشاف محمد محسن في الملعب، لا شاف لاعب مقاتل، ما عمر ما حد يجي على اذهانه انه لا الراجل ده في تفاوت، حتى مش مثلا توقع، لا ما فيش تفاوت حتى مع النادي الاخر اللي بيلعب منافس ليه في نهائي بطوله، مش في مباراه حتى بتجمع ما بين الناديين اللي هم بطبيعه الحال طبعا هي مباراه بالنسبه لاهلي والزمالك، هي مباراه بطوله في اي وضعيه مهما كانت فيها يعني. طب قول لي على المرحله اللي انت عشتها في نادي الزمالك، تعقيبك عنها ايه؟ تحب تقول عنها ايه؟ وبرده في نفس الوقت رساله لجمهور نادي الزمالك. لا طبعا ان انا الفتره اللي في نادي الزمالك، طبعا الزمالك طبعا نادي كبير طبعا ونادي محترم، اديت فيه احسن يعني 9 سنين في حياتي. النادي كان صاحب فضل عليا كبير بعد ربنا. هو اللي خلاني صاحب فضل ان انا العب في منتخب مصر طبعا، وخلى الناس تعرفني كل حاجه وفتره وعدت خلاص. هي صفحه طبعا حلوه مره، ولكن كان الاحلى منها كان في احلى يعني الاحلى كان اكتر. وهي صفحه وانا قفلتها خلاص، وبفكر دلوقتي مع فريق جديد يعني انت بتلخص مشوار حياتك والفضل النادي الزمالك في ان وضع محمد محسن على خريطه لاعبي كره الطايره المميزين، وفي نفس الوقت من خلاله دخلت بوابه المنتخب، وانت ما بتنكرش ده، وانت بتدين بالفضل ده لنادي الزمالك. طبعا طيب ده كلام هو اللي احترم واللي احنا بنقدر نقول عليه، هو ده اللاعب المحترف اللي بيبقى موجود في اي نادي، ونهايه علاقته مع النادي مش معناها ان انا في خلاف مع النادي. هل في انت خلاف مع كيان نادي الزمالك بعد انتقالك من النادي الاهلي؟ مع نادي الزمالك ككيان؟ طبعا لا. طبعا لا. طبعا لا. دي نقطه من اول السطر عشان يعني ايه؟ بحاول معاكم يا جماعه نوضح الامور، عشان في بعض الاحيان بتلاقي التكهنات او الاقلام المتلونه قوي عشان تحط كده زي ما احنا بنقول يعني تاتش، وفي نفس الوقت الامور تلتهب قوي عشان خبر ممكن يتقري او تويتر او وات ايفر بقى هتتكتب على ايه على السوشيال ميديا، بيغير حقائق لو انت رجعت للمصدر بتاعها اللي هو اللاعب نفسه وتساله. ده كلام محمد محسن قدام حضراتكم يعني صوت وصوره، ما فيهاش بقى اي من مثلا نقل صحفي او هيبقى فيها تزويد او تعديل لكلام، كلامه قدام حضراتكم دلوقتي. كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك اللي عاش فيه فتره طويله 9 سنين كان هو سبب تألقه وظهوره كلاعب مميز في عالم كرة الطائرة، ومن ثم بوابتك للمنتخب الوطني، ولا زلت بتحترم ده الكيان زي ما حضرتك قلت لي. طبعا رسالة تحب تقولها، أكيد الكيان بيبقى وراه دايما وأبدا جمهور كبير بيساند لاعبته وبيبقى موجود معاه في كل بطولة وبيبقى دعم كبير قوي في كل مباراة. بس أكيد الجمهور المحترم. أنا آسف برضه أنا بتكلم في حاجة كده، في جمهور محترم. كل قاعدة ليها شواذة، فالأغلبية هم محترمين، ويمكن من الخروج عن الشواذ ده أنا اتعرضت لضغوطات جامدة جدا، وأنا آسف الكلمة، وقلة أدب يعني رهيبة. خروج عن النص. وصلت يعني وصلت لمرحلة إن ناس تدخل على صفحات الشخصية لأسرتي، سواء كان أمي أو أختي أو خطيبتي أو أم خطيبتي. ده مش مقبول. شتايم يعني قذره جدا يعني، ده هنحطه على جنب، ده خروج عن النص ومش مقبول في اي حاجه. دي مش رياضه يعني اللي يحصل ده مش رياضه. واشتمني انا يعني، انت عايز تشتمني اشتمني انا ولا انت؟ هو احنا اختلفنا خلاص، الاختلاف لازم يبقى فيه نوع من انواع
احترام الاخر. انا انت ليك الحق في الاختيار وانا ما عنديش مشكله، فالاختلاف معاك مش لازم يكون بخروج عن النص خالص يا محمد. لا ده مش، لكن هو بقى ان هم اكيد الناس اللي بتشتم بيها اكيد بترد، يعني الناس بتدل او بتعبر عن البيئه اللي هم خارجين منها، وانا مش سامع خلاص في الاول في الاخر. حط الكلام ده على جنب، حط الكلام ده على جنب، يعني انت بالتاكيد زي ما بقول لك خروج عن النص مش مقبول بقى يحمل احوال يعني طبعاً. لكن انت في النهايه الجمهور الايجابي اللي كان واقف مساند محمد ده حابب توجه له رساله على الفتره اللي فاتت بالتاكيد، يعني والله هو الجمهور المحترم واللي هم كانوا جايبين معايا طول الفتره الاخيره، وفي جمهور كتير لما انا عرفت اني رحت نادي بعد ماتش الكاس، وبعد عرفت اني رحت النادي الاهلي دخلوا شكروني على ماتش الكاس ان انا كنت عندي ضمير لحد اخر لحظه، وان انا كنت مخلص لحد اخر لحظه، وعلى الاداء اللي انا عملته في ماتش الكاس. فالناس دي محترمه، الناس دي واعيه جدا، الناس دي واعيه وفاهمه يعني ايه، عندها ثقافه وعي، فاهمه يعني ايه رياضه. الرياضه احتراف، الرياضه الجانب المشرف بقى اللي هو انت بتلاقي بالنسبة لي علاقه طيبه من الجمهور. انا كمحمد الانتماء لربنا سبحانه وتعالى فقط بالنسبه لنا، الله اعلم بقى الناس بقى في ايه، بس انا بالنسبه لي الرياضه احتراف، ولكن الانتماء لله فقط. انا الرياضه بالنسبه لي ان انا اشوف المكان المناسب ليا، المكان اللي هو ان انا اقدر احقق فيه طموحاتي، ان انا اقدر احقق فيه كل حاجه ترضيني، وفي نفس الوقت ان انا ابص لمستقبلي قدام يعني. بس كده نقطة محدش يلومك فيها في اللي انت اختيارك ده راجع ليك، بس خليني اتكلم عن النقطة الإيجابية في اللي انت قلتها، الجانب اللي هو الطبيعي جدا، العلاقة الطبيعية ما بين أي جمهور، أي لاعب بينهي علاقته بالنادي بتاعه اللي بينتمي ليه، الجمهور ده بيبقى فيه في النهاية نوع من أنواع الشكر زي ما انت قلت، فده الجانب دايما وأبدا المشرق المضيء في الرياضة هو ده اللي المفروض طبيعي، ومش مش الآخر اللي هو خروج عن النص. يمكن اتكلمنا في اكتر من جانب في مساله انتقالاتك، الكثير قال ممكن يكون من اسبابك في الرحيل عن نادي الزمالك، وتصحح لي تقول لي او لا، ممكن يكون بسبب مستحقات متاخره مثلا او ما الى ذلك، ممكن يكون وانا قلت حضرتك اسباب معنويه، اسباب ماديه، اسباب نفسيه داخل الفريق، فلا في كذا سبب يعني. طيب خلينا نروح للخطوه الايجابيه، شكرت الكيان، شكرت اللعيبه وزمايلك والجهاز الفني اللي كان انت عشت معاهم فتره طويله بالتاكيد، والجماهير اللي احنا بنقول عليها المحترمه الواعيه اللي كانت متواصله معاك حتى بعد انتقالك بايجابيه، طموحاتك في المرحله القادمه مع النادي الاهلي. لا طبعا انا طموحاتي مع النادي الاهلي، طبعا انا شرف ليا بقى في النادي الاهلي، نادي كبير، نادي بيقدر اللعيبه فعلا، وانا شفت الكلام ده فعلا لما دخلت النادي الاهلي، ناس محترمه جدا، كل واحد في النادي، انا مش بقول كده عشان انا رحت، بالعكس لا، انا واحد ما اعرفش الدنيا فيها ايه، ممكن في لحظه ربنا ما يكرمنيش هناك، ولكن لا الناس جوه، انا دخلت لقيت كل واحد ليه دور، كل واحد ليه دوره بيعمله، لا في نظام جوه، في سيستم جامد جدا، فانا طموحاتي مع النادي الاهلي طبعا يعني كبيره جدا، ان شاء الله باذن الله يعني بتمنى من ربنا ان اقدر اساعد التيم، وانا رايح اساعدهم وهم ساعدوني ان شاء الله، ونحقق مزيد من الالقاب ان شاء الله باذن الله. محمد يمكن الجانب اللي هو اللي خلينا دايما اقول كده، اي لاعب بيبقى فيه تعاقد ويبقى فيه نوع من انواع النقاشات في البنود العقد، كان فيه اي اختلافات ولا الامور كانت ماشيه بسلاسه؟ لا والله انا يعني انا هم لما كلموني في تجديد هم قالوا لي انت هتنزل معانا 4 سنين، فانا طبعا يعني انا وافقت طبعا على كل الشروط تمام، وعملوا لي احسن حاجه ماديا، عملوا لي احسن حاجه. والموضوع مش موضوع برضو انا لو كنت ممكن اقف في الزمالك واخد اعلى من اللي رحت اللي انا اخدته في الاهلي، ولكن الموضوع انا بينك انا بحب بتعامل هناك كنظام احتراف، اللي هو في نظام، في سيستم، انت هناك هتبقى كل همك انت بس تتمرن كويس وتعمل ماتشات كويسه، ما فيش مشاكل، ما فيش بتفكر مثلا في الفلوس، بتفكر في المشاكل، بتفكر في الظروف، لا انت بتفكر بس في ماتشاتك، بتفكر في تمرينك، فده النادي الاهلي، فانا كنت محتاج استقرار اكتر من الماديات، كده كده الماديات يعني الماديات في النادي الاهلي، علاقتك مع زمايلك في النادي الاهلي استشفيت ده، لو ده بيحصل معاهم ان هو في استقرار في مساله التعاقد المادي معاك، فانت مش قلقان من النقطه دي. انا بفكر دلوقتي في اللي انا الاستقرار ده موجود، انا بفكر في مستواي اللي انا ازاي ارتقي بيه. طبعا يعني. طبعا تمام. علاقتك ايه بقى بزمايلك في النادي الاهلي؟ زملاء الجدد في نية النادي الاهلي، تعرف مين في مقابل مين، اول ما عرف الخبر كان متواصل معاك، قدر ان هو يقول لك اهلا بيك معانا وفي الفريق؟ والله هم كلهم زمالي في المنتخب طبعا، بقى لنا بالظبط كده 3-4 سنين في المنتخب مع بعض الفريق الاول، كلهم صحابي وكلهم اخواتي الكبار، وفي اللي في جيلي اول واحد عارف، في كذا حد يعني، في عادل، في صلاح، في عبد الله، في معوض،
في كذا حد، مش عايز انسى حد يعني، في اورد كده يعني، مش عايز انسى حد يعني. مين بقى اللي تقدر تقول سعيد كده قريب منك قوي من اللعيبه دي كلها؟ والله هم كلهم يعني، كلهم صحابي يعني، كلهم اخوات يعني، في كذا حد يعني، مش عايز انسى حد يعني، في كذا حد يعني كلهم الصراحه. طيب علاقتك بالكابتن مصلحي، ما كابتن محمد طلع مصلحي؟ لا كابتن ميدو انا اتمرنت معاه فتره في المنتخب، اتمرنت معاه شهرين يعني وانا بلعب في الزمالك. لا راجل محترم جدا، ما هو في المنتخب ما كانش بيفرق ما بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك او اي لعيبه تانية يعني في اي انديه تانية. لا هو الراجل محترم جدا، انا مش بقول كده نفاق ولا اي حاجه، لا دي حقيقه تمام. الراجل كان ساعتها كان عندي جيش في وانا في المنتخب، الراجل كان بيحاول على قد ما يقدر يسفرني معايا رغم ان انا بلعب في الزمالك، ولكن ما عرفتش ودخلت الجيش. فكابتن ميدو اصلا بيعامل اللعيب قبل ما يكون مدير فني بيعامله كاخ. ساعات المنتخب دي حاجه خلينا ناكد عليها، يمكن زي ما الكابتن اللي كان معايا في مكالمه دلوقتي، ده انتماء اخر، ده حدوته تانية. انت في المنتخب انت عندك مسؤوليات كبيره جدا تجاه وطنك انت بتاديها، أكيد. بعيدا عن الالوان، بعيدا عن الانتماءات الخاصه بالانديه، هو انتماء واحد بس للمنتخب الوطني. ده حتى هو شعاره في المرحله الجايه، ده اللي هنتقل في كلامي معاك فيه للمنتخب، وشايف الفرص ازاي في المرحله القادمه بقياده الكابتن اللقاني برضه يعني. لكن ارجع تاني ليك، يمكن وانت بتاخد قرار زي ده، كل واحد مننا كده بيبقى عنده يعني ايه، حد قريب منه بيحاول يتشاور معاه، حد بيقول له انت ايه رايك، ايجابيات الموضوع 1 2 3 وسلبياته ممكن تبقى 1 2 3. مين كان اقرب حد ليك في التشاور في هذا القرار؟ والدي. والدك. والدي وخطيبتي صراحه. ربنا يخلي والدي عمرك. والدي قال لي لو انت شايف الموضوع ده مناسب ليك وشايف ان ده الصح وشايف ان هو مناسب لمستقبلك، اتكل على الله ومالكش دعوه باي حاجه ممكن تتعرض لها، ارمي كل حاجه ورا ظهرك. وامبارح والدي قال لي كلمه برده كويسه جدا، قال لي ارمي كل حاجه ورا ظهرك، قال لي خلي الموضوع دوت او خلي الانتقادات دي او الضغوط دي كلها خليها قدامك، وخليها انت لو انت عايز ترد رد في يعني. الملعب، قال لي عايز ترد رد في الملعب. فوالدي كان معايا في الاول من اول الاخر يعني الحمد لله. ده كلام كله خلينا اقول لك يعني ايه، خبرات سنين في الولد بالتاكيد لما بيتكلم عن نقطه يبقى الانتقادات تبقى دافع ليك دايما وابدا. احنا ما بنعرفش فعلا، ما بيبقى عندنا حاله من الزخم من الاخبار والانتقادات، بس انت لازم تكون عايش حياتك وعارف كلاعب وفي لاعب في منتخب مصر ولاعب دلوقتي في نادي الاهلي او كنت في نادي الزمالك كمان، انتقادات بتنول اي حد طبعًا. في هذا النقطه يعني طبعًا طبعًا. لكن فعلا من اللاعب من الذكاء من اللاعب ان هو يخليها معامل ايجابي، اللي انا هرد ده في الملعب من نقدكم ده، لا هتشوفوا ان انا فعلا جدير بان انا ادي بمستوى مختلف في الملعب. خصوصا ان مش كل الجماهير فاهمين اصلا في الفولي يعني انا مثلا لما الاقي مثلا بعض من الجمهور مثلا بينتقدني اكيد مش هاخد على كلامه، لانه هو اصلا اصل مش كره قدم، دي كره طايره. بص هو في شريحه كبيره اكيد مهتمه بالفولي، وفي شريحه زي ما احنا قلنا ان هم دايما وابدا الخروج عن اكيد النص. مش هاخد كلامه ان يعني. يبقى عندهم لسه ثقافه الانتماء اللي هو مش الاعمى، الانتماء اللي يبقى فيه وعي فيه، وان ازاي يبقى فيه لاعب ممكن يبقى معايا النهارده كلاعب محترف، بكره ان شاء الله يبقى في حته ثانيه، يبقى انا متقبل ده لانه في النهايه هيبقى عندنا هو كلاعب في منتخب مصر، وانا كراجل مواطن مصري سواء بقى انتمائي ابيض او احمر كلاهما بيجتمعوا في المنتخب، فانا مطالب ان انا هشجع اللاعب ده ولازم اكون مؤازر ليه مع المنتخب. طيب اسالك بقى عن كمان يعني مرحله المنتخب، واحنا داخلين على مرحله يمكن محتاجه فيها تصحيح اوضاع كتير قوي وبقياده فنيه جديده تحت كابتن لقاني، شايف التجمع الاول ازاي ومتوقع ايه اللي ممكن يحصل في المرحله الجايه؟ هاخد منك الاجابه لكن بعد هذا الفاصل. خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل هنستكمل حوارنا مع نجمنا اللي مشرفنا النهارده كابتن محمد محسن لاعب منتخب مصر الكره الطائره والنادي الاهلي الحالي. انتظرونا بعد هذا الفاصل. بجد ترحب حضراتكم مره ثانيه، ولا زلنا مع نجمنا كابتن محمد محسن لاعب منتخب مصر كره الطائره وايضا لاعب النادي الاهلي الحالي. انا بيك يا محمد مره ثانيه. اهلا بحضرتك. كابتن محمد، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على منتخب مصر والمرحله القادمه، اول يمكن تجمعاته مع تحت قياده كابتن محمد اللقاني تحت شعار عوده منتخب مصر مره ثانيه للمنصات التتويج الافريقيه على الاقل ومن ثم العالميه في ظل الغياب لفتره للمنتخب الوطني في الظهور بشكل جيد جدا في القاره الافريقيه. والله الفتره اللي جايه طبعا مع المنتخب فتره صعبه جدا، الكابتن محمد تولى المهمه في ظروف صعبه جدا، وانا بتمنى له التوفيق في المرحله دي، وان شاء الله اللعيبه كلها تبقى في ظهره ونبقى في ظهره بعدين ان شاء الله، عشان نرجع ان شاء الله تاني على منصات التتويج ان شاء الله، لان احنا بقالنا اصلا بطولتين افريقيا بعاد. فاحنا ان شاء الله لا احنا حاطين هدف قدامنا اللعيبه من دلوقتي ان شاء الله ان احنا ناخد بطوله افريقيا ان شاء الله، يعني البطوله اللي جايه ان شاء الله، لانها ممكن احتمال كده على ملعبنا في مصر.
ان شاء الله. فباذن الله ان شاء الله نحقق البطوله باذن الله ان شاء الله. يمكن كان ليك موقف قبل كده في مساله انضمامك مع المنتخب تتذكره اكيد يعني خاص بالمنشطات. كان موجود وده اللي الجماهير عماله تضغط بسببه ان هو النادي وقف جنبك في موضوع المنشطات. هو طبعا النادي وقف جنبي في موضوع المنشطات لاني كنت ساعتها بلعب في المنتخب، كنت ساعتها لاعب في نادي الزمالك. فمش النادي بس هو جنبي، لو النادي وزارة الشباب والرياضه، لان كان وزارة الشباب والرياضه هي المفروض هي المؤسسه الوحيده اللي المفروض هي اللي المفروض هي اللي تتكلم في الموضوع ده. انا كنت ساعتها لاعب في المنتخب والمنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات ما كانتش بتاخد كلام الا من وزاره الشباب والرياضه. طبعا نادي الزمالك طبعا وقف معايا في الموضوع دوت وقفه جامده. كان ساعتها المهندس هاني زياده والمستشار اسمه محمد منصور تمام، وبلغ وكلموا سياده الوزير اشرف صبحي، وساعتها كان المستشار ناصر الدين عزام المحامي وقف جنبي طبعا وقفه كويسه. طبعا نادي الزمالك ليه فضل عليا بعد ربنا في الموضوع ان انا ارجع تاني العب تمام. انا مش هنكر حاجه زي كده تمام. انا بقى بعد الموضوع دوت لما رجعت العب تمام، انا كان عقدي منتهى مع نادي الزمالك. انا رجعت بعد ما عقدي انتهى ورجعت من المنتخب، انا ماضي سنتين على بياض. ماضي على سنتين على بياض. اتحط لي مبلغ قليل في السنتين ما كانش يرضيني تمام، وانا كنت باخد اقل واحد في مركزي رغم ان كنت انا اللعيب الدولي في المنتخب تمام. طبعا هي ارزاق وكل حاجه، ولكن انا ما زعلتش، قلت ده انت ارتضيت نوع من الرد الجميل بسبب الموضوع وكملت ولعبت وكل حاجه. بكل فانا مش هفضل ارد الجميل طول عمري. انا مش هفضل ارد الجميل طول عمري على حساب يعني. خلينا نقول اللي انت كمان كنت قد هذه الثقه اللي كانوا واقفين في جنبك فيها، وده طبعاً. اللي كنت عايز توضحه لي يعني او توضحه للساده المشاهدين، فان انت اديت فيما بعد سواء بقى التعاقد ما كنتش مختلف معاهم، سواء حتى تاديتك لمباراتك فيما بعد خالص ولا قلت اي حاجه. يعني اخرهم اخر لقاء زي ما احنا بنقول اللي كان ما بين اللي بيجمع القطبين الزمالك والاهلي في النهائي، قدر الزمالك يكسب اكيد بمجهودات انت كنت من ضمن الفريق ده طبعاً. في التوقيت ده ارجع تاني للمنتخب كابتن لانه احنا بنتكلم معاه من شويه في مداخله، مساله الالوان داخل المنتخب ده مش موجوده، مفيش حاجه اسمها ينتمي للفريق الفلاني او الفريق الاخر. كلنا مصلحه الوطن او منتخب مصر هي الابدى، في ظل تاني زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه انا وانت عوده منتخب مصر تاني لافريقيا، لان هو الاكبر بده. احنا عندك هنا اقوى دوري في المنطقه الافريقيه او في قاره افريقيا يعتبر الدوري المصري، بس مش منصب ده في صالح المنتخب، ودي المعادله الصعبه وصعوبتها بترجع ان كمان المدير الفني هيبقى وطني. فانت شايف المساله ازاي، وهتعود بسهوله ولا محتاجه مجهود مننا؟ هو كلام حضرتك صح في الموضوع اللي هو الدوري بتاعنا اقوى، بس هو الدوري بقى اقوى اكتر السنتين الاخر اللي فاتوا، اللي هو السنه اللي فاتت والسنه اللي انتهت دي. السنه دي كان الدوري صعب جدا، كان الاول اهلي زمالك سموحه جيش. لا دلوقتي كنا سبع فرق جامدين جدا. فكانت المنافسه كانت شرسه، بتلاقي الفريق ده بيكسب فريق كبير وتلاقي الفريق ده بيكسب فريق كبير. فكانت المنافسه شرسه جدا. فانا اعتقد وكمان في وجوه جديده دخلت المنتخب، لعيبه محترمه جدا وعلى مستوى ما كانوش موجودين قبل كده، بس مش من انديه كانت دايما ابدا بنسمع ان بينصب منها لعيبه في المنتخب في الطايره يعني. لا الكابتن محمد جمع لعيبه جديده معانا البطوله اللي جايه ديت والمعسكر اللي جاي، وان شاء الله. لا احنا اصلا بنفكر في البطوله دي، بطوله افريقيا دي من سنه مثلا. احنا لازم ناخد البطوله اللي جايه دي ان شاء الله ونرجع تاني على منصات التتويج ان شاء الله. انتوا هتسافروا وعندكم بطوله في اوروبا هتلعبوا فيها تونس يعني؟ عندنا معسكر في بولندا 8/7. هنلاعب تونس وهنلاعب بولندا وهنلاعب سلوفينيا وهنلاعب فريق تاني مش متذكر اسمه يعني. اعتقد ايطاليا حاجه زي كده يعني. هما بيحضروا تصفيات الاولمبياد، بيحضروا اصلا الاولمبياد. كان ايه الفرق ما بيننا وما بينهم يعني يا محمد، اللي احنا هما يعني تونس تحديدا لو هتكلم اللي هي صعدت من خلال افريقيا يعني القاره السمراء يعني، كان ايه الفرق؟ احنا كان ايه ينقصنا عشان يبقى احنا متواجدين برضه؟ والله ما كانش ينقصنا، هو بس المنتخب بقاله سنتين بيعمل احياء وتجديد. في عناصر كبيره لسه على المنتخب، دخل عناصر شابه ثلاث ارباعهم محتاجه ان هي تطعيم، مع الناس الكبيره اللي كانت موجوده، بعض من الناس الكبيره مع العناصر الشابه. ف عقبال ما كان محتاجين احتكاك اكتر مع بعض اللي هم ياخدوا على بعض وكده. فان شاء الله باذن الله اعتقد ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنحقق يعني اقصى حاجه ان شاء الله باذن الله. البطوله مش بعيده، البطوله بقياده فنيه وطنيه مع لعيبه رجاله نقدر نقتنصها؟ نقدر باذن الله. باذن الله نقدر باذن الله. حابب يعني لما تروح المنتخب كده اول ما تقابل زمايلك وتقعدوا مع بعض، مش دايما وابدا كل الاجتماعات بتبقى مع القياده الفنيه والجهاز الفني بس، لا اللعيبه مع بعضها نفسها في مباريات زي ما احنا بنشوف هو انديتها بيبقى الكوتشنج او اللعيبه نفسها بيبقى في جلسه مع بعضها، بيبقى في كلام مع بعض. ايه اللي انت ممكن تقوله لو جات لك فرصه ان انت تتكلم وانت قاعد
مع زمايلك في المنتخب عشان تحسهم ان احنا لا لازم نصلح الصوره تاني مره تانيه ونرجع الامجاد تاني للكره التانيه. احنا اوريدي بنتكلم مع بعض دايما في جروب بينا بتاع المنتخب، جروب ده دايما موجود يعني، فدايما بنتكلم مع بعض ان احنا لازم نرجع تاني نكسب منتخب تونس. ومش منتخب تونس بقى جامد دلوقتي، في منتخبات بقى جامده، منتخب المغرب بقى قوي جدا، منتخب الجزائر بقى قوي جدا، والكاميرون بقى اقوى. فلا احنا ان شاء الله احنا ان شاء الله واخدين اوريدي، احنا متكلمين وواعدين نفسنا ان احنا ان شاء الله البطوله الجايه لازم ناخدها باذن الله تعالى يعني. وباذن الله ناخدها باذن الله بمشيئة الله على ارضنا يعني، ما ينفعش نخسر بطولتين ورا بعض على ارضنا، ما ينفعش. يمكن يعني زي ما انت بتقول بطوله بيبقى لما يبقى عندك دوافع اكتر، ومنها كمان ان هي ان شاء الله يمكن قرار النهائي في مساله ان هي تلعب هنا في مصر، يمكن المفاوضات لسه قائمه بين الاتحادين المصري والافريقي. لكن بيبقى لها طعم مختلف، انت البطوله بتلعب داخل ارضك، وبتبقى كمان نقل اعلامي في تلفزيون بلدك او قناه بلدك زي اون تايم سبورتس، وبتنقل الاحداث البطولات القاريه هنا في مصر، بيبقى لها طعم مختلف. كمان انت بتشوف رد فعل الشارع المصري من ادائك طبعاً كمان طبعاً. اختلف مساله نقل المباريات بشكل مباشر او كل المباريات الموجوده الموضوع بقى دلوقتي بقى محترم جدا من القنوات اللي بتذيع المباريات، وخصوصا قنوات اون. لما القنوات بقت تذيع اصبح الجمهور بقى يتابع الالعاب دي زيها زي الكوره. حضرتك كنت شايف برده ماتش الباسكت من شويه طبعا، وطبعا مبروك نادي الزمالك طبعا، فريق محترم وان شاء الله باذن الله ياخدوا الدوري السنه دي باذن الله، لان كلهم زمايلي. وهارد لك فرقه الاتحاد، كان الناس كلها بتتابع ماتش الزمالك والاتحاد وماتشنا مع الاهلي في نهائي الكاس، كان برضو معظم مصر كان بيتفرجوا على المباريات دي. المباريات لما بتذاع بيدي للعبه اهميه وشعبيه وبيخلي اللعيبه تموت نفسها في الملعب، وبيخلي اللعيبه غير ان هي مش مشتافه اللاعب، لا عادي انا خسرنا ما حدش شايف مشكلتي دي ان انا ما اديتش كويس يعني. بتدي حافز تاني للاعب انه يلعب بشكل كويس يعني. طبعا فبتخلي اللعيب ان هو يطلع اقصى حاجه عنده، لان بيبقى نفسه انه بيعمل اقصى حاجه عنده عشان الناس يقول لك لا اللعيب ده كان كويس ما اعرفش ايه. فطبعا لا الموضوع اختلف تماما عن قبل كده يعني. نقل المباراه كمان بتفرق في ان انت كجهاز فني ولاعبين بتشوف الخصم وتعرفوا نقاط ضعفه. طبعا كنا بنعمل كده فعلا. كنا عندنا ماتش مع الاتحاد، وكان كان ساعتها قناه الاهلي، انا اسف يعني، وقناه اون كانوا زعلانين الماتش، فكان بيلعبوا الاهلي يعني. فالكابتن قال لنا الماتش كان بيتذاع النهارده على قناه اون وقناه الاهلي، فخشوا اتفرجوا على اليوتيوب وما اعرفش ايه والكلام ده كله لحد يوم المحاضره يعني. فالاذاعه دي طبعا، اذاعه المباريات دي بتساعدنا جدا طبعا. بالتاكيد. محمد تحب توعد ايه بقى كلمه اخيره لجماهير النادي الاهلي انتقلت لها حديثا، وبرده جماهير مصر في المرحله القادمه عشان البطوله الافريقيه؟ طبعا انا بحب اشكر جماهير الاهلي طبعا، جماهير محترمه جدا، ان هم ساندوني اليومين اللي فاتوا دول، جماهير محترمه جدا وعددهم كبير جدا، عدد الجمهور كتير جدا اللي كلمني وساندوني، ما حسيتش بالضغوط اللي عليا بسبب مساندتهم ليا، وحسيت ان انا رغم ان كل حاجه حصلت لي حسيت ان انا لا ظهر، وانا بتمنى منهم ان هم يفضلوا في داري وفي دار الفرقه، وان شاء الله باذن الله انا بوعدهم مزيد من الالقاب باذن الله، وان انا يعني هعمل اقصى حاجه عندي ان شاء الله ان انا اقدر اساعد الفرقه يعني ان شاء الله. بالنسبه للجماهير مصر بقى ان شاء الله عشان البطوله دي تحب تقول لهم ايه؟ لا باذن الله انا بوعد برده جمهور مصر ان شاء الله باذن الله ان احنا نحقق بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله باذن الله. لنفسنا قبل ما يكون اي حاجه، لان احنا لازم نرجع تاني نكسب تونس وان شاء الله ونبقى نرجع تاني اي منتخب تاني. يعني بقدره مصر احنا لازم نكسب اي بطوله بنخشها، بالتاكيد احنا بطل منافس وموجودين في اي بطوله عشان ناخدها، مش عشان ان احنا نشارك تمثيل مشارك، ولازم مصر ترجع على في صداره افريقيا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. محمد بتمنى لك التوفيق مع ناديك بالتاكيد النادي الاهلي، واتمنى لك التوفيق مع منتخبنا في المرحله القادمه مع رفاقك في المنتخب تحت شعار واحد، وهو اسمه علم مصر واسمه منتخب مصر، عشان نرجع مره ثانيه للرياده في الكره الطائره. شرفتنا نورتنا. ربنا يخليكم، سعيد انا كنت مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك كابتن محمد محسن. دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه بنرسل فيها رساله لثقافه الاحتراف في عالم الرياضه بشكل عام. كان محمد النهارده موجود معايا كابتن محمد محسن نجم منتخبنا الوطني المصري وايضا نادي الاهلي الحالي. صفحه ولازم يبقى عندنا فيها كلام كتير بس كلام مفيد عشان نعرف نتقبل الاخر دايما وابدا في ثقافه الاحتراف في عالم رياضة. دي ختام حلقتنا النهاردة، نتمنى يكون نالت اعجابكم، ونشوفكم في حلقة جديدة على خير ان شاء الله من ملعب الابطال. الى اللقاء.